السلام الله عليكم، ألف مليون تريليون زليون مبروك على نادي أرسنال وعشاق نادي أرسنال. هذا الفوز الرائع والراقي الذي لا يليق إلا بالأمة الأرسنالية، 2-1، مباراة صعبة على نادي فولهام. ولكن الأرسنال اليوم بصراحة أثبت لنا أشياء جديدة ما كنا شايفينها بأرسنال السابق، إلا هي القتالية، إلا هي الشخصية، إلا هي الرغبة بالفوز، الطمع بالفوز، الجوع للفوز، الجوع لتقديم شيء للجماهير اللي صبرت كتير على أرسنال كارثي كان. يعني مباريات مثل فولهام كنا بصراحة دائما إحنا كأرسناليين نشك إنه راح نفوز فيها، ولكن اليوم بالرغم إنه أرسنال كان بالبداية خسران 1-0 بخطأ من اللاعب جابرييل، إلا أني أنا كنت واثق وكل ثقة أنه أرسنال حينتصر وحيعود وحيفوز وحيحقق رومونتادا على نادي فولهام. يعني اللي عجبني بأرسنال اليوم بصراحة هو القتالية في الملعب، الرغبة بالفوز. شخصية أرسنال اتغيرت هذا الموسم، ما فينا نحكم لسه، ما قابلنا أي فرق قوية، ولكن في دلائل معينة بتبين لك أنت كمشاهد انه هذا الفريق مختلف عن الفريق اللي شفناه السنة الماضية والسنوات السابقة. ارسنال اليوم ما قدم الاداء اللي مأمول منه نتيجة الغيابات المؤثرة للاعب بارتي واللاعب زيتشينكو. تيرني اليوم كرهني ام الملعب، كرهني ام ارسنال، كرهني اليوم اللي تعاقد فيه ارسنال مع اللاعب تيرني. اللاعب ممتاز، ولكن مشكلة تيرني اتأثر بالاصابات بشكل كتير كبير. نفس الكلام للاعب محمد النني، في مستوى واضح بين محمد النني واللاعب بارتي، حتى في الانطلاقات وحتى بالافتكاكات وحتى باسلوب اللعب. بنشوف أرسنال كيف مع بارتي مستحوذ ضارب بالملعب، الفريق منظم دفاعيا منظم هجوميا. مع محمد النني الفريق بطيء في اللعب، الفريق بطيء بالرتم، الفريق بيستعيد الكرة حتى ببطء، فكان في تأثر واضح من غياب زيتشينكو وغياب اللاعب محمد النني. خلينا نيجي للهدف اللي دخله اللاعب ميتروفيتش من خطأ من اللاعب جابرييل ماجايانس. المشكلة هنا انه جابرييل كان بامكانه انه يشتت الكرة بشكل سريع لما شاف في ضغط من اللاعب ميتروفيتش اللي هو ممتاز بالعضلات العريضة، اللاعب قوي بدنيا، فكان محتاج لعيبة مثل صليبة اللي هو لاعب كلح زي حالاته يقايش معه. هذا الشيء اللي صار فعلا، ولكن الخطأ اللي صار من جابرييل ماجايانس يعني كان خطأ كان ممكن تداركه بصراحة. بعد الهدف شفنا ردة فعل ممتازة لنادي أرسنال، أرسنال ما تأثر، بالعكس شفنا أرسنال عنده رغبة أكتر لتحقيق التعادل، فشفنا استحواذ مجنون بالنسبة لنادي أرسنال وقراءة متميزة للمدرب أرتيتا، خاصة لما خرج تيرني وادخل نكيتيا، فشفنا الفريق تحول للتكتيك 3-5-2، وبالتالي ضغط على نصف الملعب، خلى لعيبة نادي فولهام تتراجع على مناطقها الخلفية وتستقبل لعب، وتحقق الهدف الأول عن طريق اللاعب المتميز اللاعب أوديغارد اللي بصراحة اليوم كان واحد من نجوم المباراة، والهدف الثاني من اللاعب جابرييل اللي هو قلت عجبتني شخصيته. أما لينو يا عزيزي يا لينو، بصراحة اليوم أنت قلبت لينو نوير. يعني أنا ما بحكي أنك أنت حارس سيء، ولكن بصراحة اليوم أوفر كنت يا جماعة. فريقك السابق إحنا يعني زرقلنا جول جولين كان، أما اليوم أنت عامل مباراة بطولية بصراحة تحترم عليها. طبعا لينو طلع بسبب المنظومة الدفاعية السيئة اللي كانت عند نادي أرسنال، مشان هيك كنا نشوف كوارث دفاعية كبيرة، ولكن لو أنه لينو الحين موجود مع هذا المنظومة الدفاعية الموجودة كان شفنا كمان مستوى لينو متميز وبينافس رامزديل، وكان من الضروري تواجد لينو للضغط على رامزديل حتى رامزديل يضل مكانه مش مضمون 100%، حتى انه يظل مركز بشكل كتير كبير. ويعطيكم العافية، ولا تبخلوا عليهم الاشتراك في القناة وتفعلوا زر التنبيهات. سلام.